الحمد لله. ايه ده يا ريس؟ الدنيا على البايظ حتى المخزن. بس ان شاء الله خير ومقضيه. احنا هنصنفر الحيطان ونكحتها لحد ما نوصل للسياخ، وهندل لك الدنيا وهعمل لك المرميه دي كلها وهروقها ان شاء الله. يعني الليله دي دخلها في كام هندسه؟ هو المفروض 780 790، بس قول 750 لاجل عيونك الحلوه. ليه يا عم يا ناقصه؟ يا باشا اسال بره، لو لقيت حد مديك سعر اقل من اللي بقوله لك جنيه هعملها لك على حساب. طب خش ارفع المقاسات وربنا ييسر. بعون الله مقضيه. الو قلبي عندك يا حودي. كنت تشفى فيها زي النسوان. لا قلنا بلاش طولة لسان وقلة ادب. انا عمري ما بتشفى بصاحب، انت صاحبي وحبيبي وعشرة عمر. بص يا حبيبي، انا قعدت مع نفسي وركزت واكتشفت ان اتسرعت كده رغم انك خنتني، بس انا مسامحك على فكرة. يا غدع السهالة اللي انت فيها دي، يعني انت مولعلي في المحل وانت اللي متصل بيا تقول انك سامحتني؟ لا اله الا الله. بص انا اهلي علموني اللي يغلط غلطة يصلحها. هيوصلك مني 2 مليون جنيه. اظن المبلغ ده كافي انك تصلح فيه المحل وزياده يعني. والله بقيت بتتكلم بالملايين يا معفن. هي دي اخره الصحوبيه حبيبي؟ احنا اللي بينا اكتر من كده، ما تحرقش اللي بينا يا اخي. تحرق اللي بينا اكتر ما تحرق. ده اخر كلام عندك؟ اه وانت عارفني، اللي بيخرج من حياتي ما بيرجعش تاني. اللي تعرف ديته اقتله. الاكل حاجه بسيطه، تعرف الالذ ايه اما تكسره وبكل كسره تسمع صوته وهو بيتالم، حاجه ممتعه جدا. ثانيه. ايوه الو، ازاي الكلام ده حصل من غير ما اعرف؟ اقفل اقفل، هعرف اتفاهم معاك بعدين. اقفل. في ريحان راحت قابلت محمود في بورسعيد.